من إفريقيا الوسطى إلى مالي وبوركينا فاسو وصولاً إلى تشاد وأخيراً النيجر، دول إفريقية القاسم المشترك بينها سياسات الاستعمار الفرنسي الذي نهب البلاد وأفقر العباد وباتت بأمس الحاجة إلى التنمية والاستقرار. ما تقدم كله هو كلام صحيفة التايمز البريطانية التي حملت باريس وسياسات الرئيس الحالي مانويل ماكرون المتخبطة في المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا، حملته مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في هذه البلدان. كيف أصبح غرب إفريقيا برميل بارود يهدد القارة والعالم، ومن المسؤول عن ذلك؟ بكل تأكيد المسؤول عن ذلك بكل تأكيد هي فرنسا بالدرجة الأولى، لنقل مجموعة من الدول، لكن في هذه المنطقة بالذات هي فرنسا بالدرجة الأولى بالمشاركة مع بعض الحكام الفاسدين في هذه الدول، لأن لولا هؤلاء الحكام الذين كانوا بمثابة أدرع للقوى الاستعمارية السابقة لما استمرت دول في مثل فرنسا في الاستمرار في فرض هيمنتها. تلويح مجموعة إكواس باحتمالية تدخل عسكري، هنا أتحدث عن النيجر تحديدا، وتداعيات هذا على المشهد السياسي والأمني كذلك على هذه المنطقة، منطقة الساحل الإفريقي، لو حدث هذا التدخل العسكري. الحقيقة أن هذا التدخل العسكري صالت فرصها ضئيلة وتتقلص يوما بعد يوم، وخاصة بعد التحذيرات من دول أوروبية، أضف إلى ذلك إلى التحذير الجزائري الذي رفض بشكل قاطع على أي تدخل عسكري في جمهورية النيجر. صحيح ليس لديها ليست عضوا في مجموعة إكواس، لكن يعتبر أنه انفلات الأمن الذي سيحدث ذلك سيؤثر على أمنها الإقليمي. أضف إلى ذلك أن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكية اليوم قال إن الدبلوماسية هي الحل الأمثل والأفضل للتعامل مع المجلس العسكري في جمهورية النيجر. ثم مجلس الشيوخ النيجيري أيضا هو بدوره رفض التفويض إلى تفويض لنيجيريا، وتعتبر نيجيريا أقوى قوة في دول إكواس من حيث مؤشر القوى العالمي. فإذا كانت نيجيريا لن تتدخل فلا يمكن لبقية الدول، وخاصة أن المجموعة نفسها منقسمة على نفسها. إلى أي مدى يتحمل الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون مسؤولية ما وقع في النيجر تحديدا؟ وهل اختلفت سياسات ماكرون عن سياق السياسات الفرنسية تجاه هذه الدول التي كانت مستعمرات سابقة لفرنسا؟ وللأسف هو تراكمات، وماكرون أتى ليكمل السياسات الغير منطقية لفرنسا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، يعني هو مستمر. ما يحصل الآن هو يحصد ما زرعه مجموعة من الساسة. مشكلة إيمانويل ماكرون هو القشة التي قسمت ظهر البعيرة، القطرة التي أفاضت كأس الغل والحنق والكراهية التي تحملها إفريقيا لفرنسا كدولة مستعمرة جسديا سابقا، وأيضا دولة لا زالت تستعمر المنطقة إيديولوجيا. الاستعمار الفرنسي هو استعمار إيديولوجي بالدرجة الأولى، استعمار ثقافي، وهذا أخطر أنواع الاستعمار. إيمانويل ماكرون أضاف في حين أن كان هناك يعني من سبقوا كانت لديهم طريقة اللعب مثل ما يقال لعب بالبيضة والحجر، ونوع من الكياسة في التعامل والحصافة في السياسات المختارة، في حين أن إيمانويل ماكرون تعامل بطريقة فجة يعني وأظهر نوع من الاستعلاء. نحن لاحظنا مواقفهم مع الجزائر، مواقفهم مع المغرب حاليا، يعني يعد إيمانويل ماكرون حتى في الداخل الفرنسي شخص غير مرغوب، يعني الكل يعلم أن تم انتخابه بطريقة إقصائية ليس حبا فيه، لكن لكي لا يمر اليمين المتطرف، لكن تبين أنه سيء جدا في طريقة تعامله. هذه النظرة الاستعلائية، النظرة الفرنسية، ويعني التي لا ترق لا في الداخل، فكيف بها أن ترق في الخارج في دول لديها سيادة، هناك قانون دولي، هذه دول مستقلة لها الحق في اختيار قراراتها، الدول تختار مصائرها، هذه المصائر التي كانت مضطهدة من فرنسا من طرف الحكام السابقين.